الحلقة 24 من تفسير جزء عامة، الحلقة الثالثة من سورة المطففين. ما زلنا مع أسئلة المستوى الثاني وأسئلة هامة في سورة المطففين. أسئلة حول الآية 15: ما إمكانية رؤية الله؟ كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. لرؤية الله ثلاث حالات: الحالة الأولى في الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يراه، لقول الله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل الضخم دوت لم يتحمل رؤية الله تعالى لما تجلى له جزء بسيط جدا، خلاص، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار. طب في الحساب، في الحساب يراه الجميع، في الحساب العاصي والمنافق يراه رؤية العبد الآبق لسيده، والمؤمن يراه رؤية العبد المطيع لسيده. قال عن الحسن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يكشف الحجاب فينظر المؤمنون والكافرون، ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون. كل يوم غدوة وعشية. طيب الحالة الثالثة في الجنة، أما في الآخرة بعد الحساب فيخلقون خلقا جديدا بحيث يطيقون رؤية الله عز وجل. طب إيه الدليل إن المؤمنون عايشوفوا ربهم؟ مفهوم قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى المؤمنين مش محجوبين، ودل عليه منطوق وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، ودل عليها حديث المتوترة: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. ده النبي قال كده. طيب الآية رقم 18، طب إيه الدليل على إنهم العاصي هيشوفوا يوم القيامة؟ الدليل ان ربنا في ادلة على كده، ان ساعة الحساب، ان ربنا يراه الجميع ساعة الحساب، وعيجل المؤمنين وهم في عرصات يوم القيامة، ويقول لتتبع كل امات ما كانت تعبد، فعيجل المؤمنين على الصورة التي لم يروها، والمؤمن ده معه منافق، فيقول: أنا ربكم، فيقول: لا، معاذ الله، لست بربنا. فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ قال: نعم، فيكشف عن ساق فيسجد كل من كان يسجد لله في الدنيا. ده يدل أن المؤمنين شافوه ساعة الحساب، وهم والعصاة والمنافقين. طيب الحالة الآية 18: لماذا رجحنا أن عليين مكان عالي في السماء السابعة؟ لأنه يتوافق مع المعنى اللغوي، ويشهد لذلك في حديث البراء: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة. طيب ما، وده ترجيح الإمام الطبري. ورابع حاجة، لأن جميع تفسيرات السلف الخمسة نجمع لجميع تفسيرات السلف الخمسة، السلف لهم خمس تفسيرات كلهم بتتجمع في هذا التفسير. طيب الآية رقم 25: لماذا لم نرجح قول ابن مسعود في عن طريق علقمة ومن وافقه أنه ممزوج مخلوط؟ قال الطبري: وأما الختم بمعنى المزج فلا نعلمه مسموعا عن العرب. في تفسير قوله تعالى رحيق المختوم، بعض الناس يفسروه أنه مخلوط، ده غلط، ما فيش حاجة اسمها مختوم مخلوط. الطبري قال: ولم يعلم ذلك عن العرب. في الآية 25: لماذا لم ننجح قول مجاهد إن ختامه مسك يعني غطاؤه مسك؟ هنقول: لا يقبل، لأن شرابهم جاري، مش محتاج حاجة تضغط عليه، ولم يكن معتقا في الدينين فيطين عليه وتختم، أي إن الخمر الجنة نهر، مش عبارة عن أواني بتتقفل. طيب لماذا رجحنا قول ابن عباس أموان وفق وختامه أي آخر شرابهم يكون فيه مسك؟ ده ترقيح كثير من المحققين زي ابن جرير، وده موافق للغة العرب. طيب الآية 28 فيها سؤال: لماذا عدي الفعل يشرب بالباء وهو يتعدى بدونها؟ إنما ذكرت الباء إشارة لتضمين فعل آخر، وهو يروى ويتلذذ، وهذا مذهب أهل البصرة والنحويين والكوفيون، ويرون أن الباء بمعنى من. في مثل هذا الموضع وعلى التعاقب بين الحروف الجر، وده قمة البلاغة، يشربون من
يشربون ايه؟ يشربون بها. فليه حط به؟ يعني يشرب بها، فالباء هنا معنى يشرب متلذذا بها. طيب الآية 29، لماذا جاء فعل يضحكون ويتغامزون مضارعين؟ ليدل على تكرار الحدث والاستحضار في ذهن السامع. الآية 29، ماذا نستفيد من يضحكون ويتغامزون؟ يدل على تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم. الآية 29 برضو، لماذا استخدم الفعل كانوا؟ ليدل أن كل الآلام التي عاناها المؤمنون في الدنيا صارت ذكريات ماضية وانتهت، والعاقبة للتقوى. وفي الآية 29، كيف استمر إعلان الشرع، إعلان الحرب على السخرية من المؤمنين؟ جاءت الآيات بتحريم السخرية المؤمنين في مواضع كثيرة جدا. قال الله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقال: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا. وفي قوم نوح: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ولقد، وقال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. طب لماذا نزلت الصورة في مكة مع أنها تفتح حرب جديدة مع قريش، فتحارب أكبر مصالح قريش وهو الاحتكار وإنقاص الوزن والربا في البيوع؟ ألا يكفي حربا واحدة هي حرب العقيدة؟ أليس هذا جلبا لمزيد من التعذيب للمسلمين؟ ده سؤال. الإجابة نعم، وقريش كانت بتعذب المسلمين على العقيدة. بعد ما نزلت سورة المطففين بقى بيعذبوها على حاجتين: بيعذبوهم على العقيدة، وبيعذبوهم على انهم بيحاربوهم في مصالحهم وبيشنعوا عليهم انهم بيأكلوا حرام. طيب ليه كده وكان في ناس ناويين يسلموا، اما لقوا ان الاسلام هيحاربهم في الاكل في المال في مكاسبهم اعرضوا؟ برضك ليه الشرع عمل كده؟ ليه فتح جبهة تانية والجبهة الأولى ما تقفلتش؟ عنقول لثلاث أسباب. السبب الأول: إعلام الجميع أن الإسلام ليس مجرد عقيدة تكمن في الضمير ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل إعلامهم أنه منهج حياة متكامل. تاني حاجة: إعلام الجميع أن الإسلام لن يسكت على أي مخالفة لهذا المنهج المتكامل، ولن يقبل أساس أنصاف حلول. طيب تالت حاجة: إعلام الجميع أن متبع هذا الدين سيصطدم بالجميع وسيحاربه الجميع الأحمر والأسود، وأن فإن أراد دخول الإسلام دخل، وإن ما أرادش ما يدخلش. طيب هل ده ظهر؟ أيوه ظهر، يبين أثره فين؟ أما جم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جه العباس بن عبادة ابن نضال الأنصاري أخو بني سالم بن عوف، فقال: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعناه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن. سورة المطففين وصلت لهم الرسالة دي، إن الإسلام هيحارب الجميع. طب لماذا لم تعد الصورة المؤمنين بأي مغنم من مغانم الدنيا لتنشئ قلوبا صلبة مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها إلى في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال بلا جزاء في هذه الأرض وانتظار الجزاء في الآخرة فقط؟ فنشأ جيل من أقوى الأجيال على الإطلاق، فتح الدنيا بحالها. طيب متى نزلت آية الوعد بالنصر؟ نزلت في المدينة بعد أن تأسس هذا الجيل العظيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله لي ولكم.